بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج الانفرا ورك ستموس تيم بيدينا بعض الادوات لتحليل التوبوغرافيا بتاعه المنطقه. لو انا عايز اشغلها اروح لبيلد انالايز واقول له ترين زيمز، اقول له اعمل لي انالايز جديد وليكن مثلا تحليل للاليفيشن، التايب بتاعه اليفيشن، المينيموم والماكسيموم الموجودين في قلب الطبوغرافيا ديت. هتعملوا النمبر اوف رولز، هتقسمهم كام تقسيمه، هو انا مقسمهم 6 تقسيمات. تمام، هقول له مثلا خلي ده اللون الاصفر. تمام، هيعمل ايه؟ الحاجات اللي هي الارتفاع بتاعها قليل هي دي اللي هتبقى باللون الاصفر، كل ما تطلع كل ما بيتغير اللون لحد ما توصل للقمم الجبال هتبقى باللون الازرق. تمام، طبعا تقدر تعمل ايديت، تقدر تعمل كوبي، تقدر تعمل ديليت، تقدر تعمل ريفرش ليها. طيب اقول له اعمل واحد جديد بس المره دي خلينا نختار الاسبكت. طيب خلينا نختار المره دي السلوب. تمام، هو هنا ده السلوب القليل لحد ما تطلع فوق خالص، لو في سلوب كبير قوي بياخد اللون الأزرق. تمام، اللون الأسلوب من 75 لـ90. طيب خلينا نلغي ده خالص، خلينا دلوقتي نشوف الفيتشر زيمس. أقول له أنا عايز أد نيو زيمس. حسب انت عايز بقى تعمل تحليل لايه، ممكن مثلا المباني او البريدج، كوبري او سيتي فيرنتشر او رود. خلينا نختار رود. عايز بقى خاصيه، كل الخصائص دي موجوده. خلينا نختار مثلا جرادنج داتا واقول له اوكي. هيبدا يعمل لي تحليل للطرق، يمكن في بعض الطرق اهيت. اللي هي ديت دي ودي ودي هي اللي واخدة لون مختلف. تقدر من خلال هنا تقدر تعدل، تقول مثلا لا ده انا عايز اعمل للبايب لاين، عايز تعمل للبيلدينج، حسب الخصائص الموجودة. تبدأ تبص على البروبرتي مثلا كرييتنج داتا، حسب النيم، حسب الروف سلوب، زي ما انت عايز، وتقول له اوكي وهو يبدأ يعمل تحليل للمباني اللي موجودة عندي.